السلام عليكم. نشوفوا مثال ثاني على الديزاين. كيف ما عندنا في المعادلة جي اوت تساوي عندنا جي اوت بوت، جي اوت بوت تساوي 5 ضربة في شن في 2 ناقص في 1. عندنا اكثر من طريقة للحل في الديزاين، ما فيش طريقة واحدة، يعني كل واحد شن الاستراتيجية اللي بيتبعها باش يوصل للحل. احنا نبو جربنا اكثر من طريقة، تو نجربوا حاجة ما جربناهاش قبل، وهي نشوفها كيف. عندنا واضحة من شكل الدائرة شنو عندي زوز انبوت في 1 وفي 2، واضح انها الاشارة بينها مختلفة، واحد موجب واحد سالب، يعني واضح انها دائرة ديفرنس. وعارفين هنا حاجة تانية مختلفة، هي عندهم الزوز نفس الكوفيشنت، يعني عندنا في لما استنتجنا في الديفرنس استنتجنا يوجد قانونين لاستنتاج لايجاد خارج الديفرنس. احد القوانين اللي استنتجناها هي، اذا تذكروا ان عندنا الفي اوتبوت تساوي الار اف على الار 1 في 2. ما في حد ملزوم يحل بالطريقه هذه، بس نوضح ان توجد اكثر من طريقه. القانون هذا ما استعملناش، بنجربه في الديزاين. استنتجنا في الدفرنس ان هذا عندنا قانون هو، لكن هذا القانون قلنا نستعملوه في حاله واحده، وهي في سبيشال كيس او الحاله الخاصه لما تكون عندي الار اف ماشي، لما عندي حاله خاصه الار 1 على الار اف تساوي الار 3 على الار 4. يعني لا، اذا عندنا دفرنس هذا ديفرنس هذا البي اوت بوت، عندنا ديفرنس هذا يكون بالسالب، سالب هذا البي 2 بالموجب، وعندنا هذه الار اف وهذه ار 1 وهذه ار 3 وهذه الار 4. يعني شين قيمة المقاومات باش نقدر نتحصل على الخرجة هو؟ كيف ما قلنا احنا نقدر نستنتج بهذه الطريقة، لكن بما ان عندنا نفس الكوفيشنت لقينا ان 5 للزوز الفي 1 والفي 2، نقدر بسهولة نستعمل القانون هذا ونوصل لحل بطريقة اسرع من الحل السابق. يعني شو بيساوي المعادلة؟ هي عندي الار اف على الار 1 المفروض شو تساوي؟ 5. يعني الار اف على الار 1 المفروض يساوي 5، يعني تمام. يعني لو بدنا نفرض واحده منهم، نقول مثلا نفرض ان الار 1 تساوي 10 كيلو، تؤدي الى ان الار اف تساوي 5 في العشرة، يعني كم تساوي؟ 50 كيلو اوم. يعني من هنا باش نوصل المعادله، هي عندي الار 1 كم؟ نغير اللون، عندي 10 كيلو هنايا وهنا عندي 50 كيلو باه. يعني مازلنا الار 3 والار 4، كيف نطلعهم؟ نقدر نطلعهم، قلنا احنا الشرط باش يتحقق نقدر نطبق القانون هذا لابد يتحقق كوفيشنت اهيا. يعني مفروض الار 1 كم طلعنا هنا؟ 10 على الخمسين كيلو مفروض يساوي نفس الريشيو اللي بينهم على الار 4، يعني الار 1 على الار اف تساوي الار 3 على الار 4. يعني شنو نفس الريشيو؟ يعني هنا كان هي شنو تساوي هنا؟ 1 على 5 على الار 4. يعني مفروض الار 3 على الار 5 حتيجي تساوي 1 على 5. شنو اللي يعطيني 1 على 5؟ نقدر نفرض الار 3 نفرضها مثلا نقولوا 10 نفسها. المهم الديفرنس مش ضروري نفس المقاومات، لكن لابد يكون الريشيو بينهم متساوي، بين الار 1 على الار اف لابد يساوي الريشيو نفسها اللي هو الار 3 على الار 4. معناها لما كان فرضنا احنا الار 3 ب 10، معناها الار 4 كم المفروض تساوي؟ 50 كيلو اوم. يعني معناها الار 3 هنا المفروض 10 كيلو
وهنا يكمل الار 4 50 كيلو. هذا قيمة المقاومات هذه يمكن تنتجني المعادلة اللي هي V output تساوي 5 مضروبة في V2 minus V1. وهذه طريقة ثانية للاستنتاج أو التصميم.